صباح النور البنات اولا مساء النور ياكو دابا مع رمضان كنفيقوا معطلين شويه كلشي كيجينا الصباح كيف بقيتو هانيين في امان الله وحفظه اليوم البنات ان شاء الله باذن الله فطور فاسيل ماسيل داكشي اختي وما ومافيهش البنات ما كاين لا بيض لا زبده لا فورس هذا البنات اللي كتشوفوني كندير غادي نعجن ان شاء الله باذن الله العجينه ديال واحد جوج اشكال وحده ندير منها المالح وحده ندير منها الحلو ولكن بالفرينه ماشي بالفرصه البنات هنايا عندي فرينه البنات اللي ما كيعرفوهاش واحد النوع ديال الطحين بيض هو حرش فهمتوا فرينه قولوا لهم فرينه ولا كاين اللي كيسميه كاع الفرص الحرش مي ما هو ماشي فرصة البنات هو فرينه درت البنات القياس اللي غادي يكفيني بحال دابا هاد الكميه هادي راكم شفتو كندير واحد ثلاثه تزليفات جوج زليفات ونص المهم بحال هكا هذا القياس وكنبقى نعبر ندير الماء عيني ميزاني درت البنات رشيشه د الملحه طبعا حسب الذوق ودرت واحد المعلقه اه ديال السكر على وديتي يتحمروا حيت ما غاديش ندهنوهم لا بيض لا حتى شي حاجه اصلا هاد العجينه هادي كتدخل للفران كتحمر مزيان بحال راكم بحال راها مدهونه بالبيض كنبقى نزيد الماء شويه بشويه العجينه خاصها تكون بحال عجينه الملوي نيشه ما, ما تكونش جاريه وما تكونش قاصحه بحال الحجر باش ما تعذبناش وما تكونش عاوتاني رطبه ما تلصق ما حتى حاجه درتها انا البنات في العجانه وشفتو مني كنعقل شي مرات نجبد العجانه كنخلطها غير شي بول وكنخليها ترتاح ما تندلكها ما حتى شي حاجه غير دابا مني العجانه كاينه آه كاينه صافي قلت ارا هذا ها نتوما البنات ما تتلصق ما حتى شي حاجه كتكون العجينه قابطه في راسها صافي من بعد ما دلكتها ما ديروا فيها لا خميره لا حتى حاجه من بعد ما تدلكات خليتها ارتاحت واحد شو شويه ودهنت البلاطو ويدي بالزيت وغادي نفرقها غادي نديرها البنات هاد الكميه هادي اللي درت غادي ندير منها سته ديال الكويرات اللي ماشي صغار كبيبرين حيت كل كره غنخرج منها اربعه كاينين بعض الاخوات اللي كنشوفهم هكا في في يوتيوب كي كيديروا كل وحده بوحدها ولكن اختي راه بزاف راه يدينا اختي وصبيعاتنا غادي يتقسموا علينا بالتطراق ديروهم كبار وغي العجينه باش باش تعطيكم طوع الراحه عطيوها ترتاح انا فاش كندلكها كنخليها ترتاح كنعاود نقرصها هكا كويرات وكندهنها بزويته ون... ون... ونغطيها بالفيلم اليمونطير ونخليها ترتاح حتى راحه باش ملي كنبغي نورقها صافي كتعطيني الطوع وما كتعذبنيش وكت سبحان الله العظيم كتطلق راسها براسها صافي خليتها ترونكيل ومشيت نوجد الحشوه الحشوه البنات راني هنا درت في الهاشوا كلشي درت البصله وفلفله خضراء وفلفله حمراء هاشيتهم درت زويته في هاد الطنجره وشحرتهم حتى دباله ما درت لهم لا ملحه لا عطريه لا حتى حاجه فاش دبال ديك ديك الخضيره وداكشي كتكون عندي البنات هنا الكفيته كانت مزاله جامده قطعتها طريفات طريفات وزدتها لكم أه ديرو اي اي حشوه زعما الحشوات حنا وحنا الشيء اللي موجود عندنا في الكوزينه راه ديما تنقولها لكم ماتلتزموش بواحد الوصفه التزمو غير بالطريقه باش كتكون الحاجه ناجحه من بعد البنات فاش كتفتت ديك الكفيته وكتنسجم هي وديك هي وديك البصله والفليفله وديك شي كنزيد عليها واحد شويه ديال لا فيرميسيل كانت عندي ديجا مطلوقه في كيفاش كنطلق الكونج الفيرميسيل كتبقى لي شي مرات من شي تعميره ولا هذا بقات لي فواحد العلبه في الكونجيلاتور وانا نجبدها زدتها على ديك الكفته كندير البنات شويه ديال الكمون شويه ديال الفلفل الاحمر على حسب اللون ماشي فلفله احمر بليطو ش... هذه ديك النيوره وزريعه القزبر زريعه القزبور البنات مع الكفته كتواتى بزاف كتعطي واحد المذاق فن اللي ما عندهاش تقدر دير الكوزه تحك شويه ديال الكوزه هي كتعطي نسمه زوينه صافي وكندير البنات كميه مهمه ديال المعدنوس غير هو واحد النصيحه فاش تكونوا كتشحروا الفيغميسيل ما تزربوش عليها ماشي دغيا دغيا هي ما خصهاش طيب بالعكس شحروها مزيان حيت راه كتكون شويه هزه شي مرات الماء حتى تنشف لنا الحشوه مية في المية وديك الفيرميسيل تحسو بها طابت فهمتوا تكون طابت من بعد البنات زدتها المعدن كليتو آه... هذا الزيتون مقطع آه... راني البنات انا كنديرو في الماء حتى كيطلق شويش داك الملوحه ديالو كنصفيه ونقطعو بالسكين هي واحد شويه وكان وكنضيفو الحشوه وخليتها تشحر حتى هو معاها صافي طفيت البوطه وخليتها كترتاح هذه البنات التخليطه اللي غادي نورق بها هاد المليويات باش غيعطيونا ديك القرمشه اللي سمعتو في الاول الفيديو هنا خديت واحد نص ثلث زي... ز... اه... زلافه ديال الزيت غير المهم ماشي نص زلافه هادو اصلا هي زلايف صغار درت فيها استغفر الله درت فيها جوج معالق كبارين ديال النشا فقط صافي خليتها النشا مع ديك الزويته وجيت نوجد الكريم باتيسير اللي غادي نديرو في قلب سميتو في قلب هذه الحشوه نص الحشوه الاخرى خديت البنات جوج كيسان الحليب درت معاهم ساشي ديال سوك خفاني ودرت معاهم البنات جوج معالق ديال السكر وجوج معالق ديال لا كريم نحركه نبقاو نحركو 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 فوق البوطه منين كيرجع لنا في هذا ال... هاد... القوام كنزيد عليه واحد المعلقه ديال الزبده وكنخلط مزيان وكنحطو على جنب صافي هذا الشيء اللي كاين بغيتو ديرو فيها زهره البرتقال ما ديروش الفاني ديروه بغيتو ديرو واحد النكهه ديال شي دانون كراميل حتى تبرد بالحق الكريمه عاد زيدوه المهم نتوما وزعما مو داكشي اللي بغيتو غير انا بغيتها بهذا الشكل حيت غادي نخلطها مع التفاح وتفح كيتواتا بزاف مع الفاني وهذا صافي البنات خليت الكريمه كتبرد الحشوه حتى هي خليتها كتبرد مشيت قديت صوالحي خلاوها هذا وجيت لسميت وجيت للعجينه ديالي لقيتها مطلوقه طالقه الخيط كيف ما درتها فوق لاطابلا مونجي اللي عندي في الكوزينه ودايره زليفه فيها زويته فقط وزليفه الاخرى عندي فيها الزيت والنشا طلقت مزيان داك الملو داك الملويه ولا ديك العجينه حتى كتبقى تبان لي الطبله وكنرش من الفوق شويه ميم واحد المعلقه كبيره ديال... ديال ديال ديك الزيت والنشا ونسرحها ونطويها على اربعه على شكل ملويه المهم الطريقه راه شرحه راسها براسها زعما ما, ما... ما كاينش فينا تلفو كطبيوها وكتوليو عاوتاني ترشوا بيديكم واحد شويه ديال داك الزيت والنشا على اربعه ما تكثروش بزاف حنا ما عندناش به الغرض تبقى كتقطر لنا بالزيوتات عندنا بها الغرض تورق فقط صافي هادشي اللي كاين البنات والصحن ولا بغيتو بالدلاك راه كيطلقها من داكشي الشيء رفيع انا غير حيت يدي فيهم الزيت كتبدا كيبدا يزلق لي ارتو والله الا يا البنات ارتو العجينه خيط خيط علاش علاش ناكلو الفورس زعما انا بالنسبه لي والله الا وليت كنحارب الفورس ارتو راني شريته شحال هو عندي كندير به غير الكيكات هكا الا كانت شي قال ضروري خاص يكون فيها الفورس ما عدا ذلك كندير هكا صافي غادي نخليها غادي نكمل هاد العمليه وغادي نولي نغطيهم بالفيلم بالب... اليمونتيغ ونخليها عاوتاني ترتاح الا كان عندكم الحال سخون في الكوزينه تقدروا ديروا داك البلاطو في الثلاجه المهم خليوها ترتاح على خاطر خاطرها هنا البنات صافي ساليت العجينه ترخات ورتاحة هنا قطعت التفاح على هذا الشكل خوخت له القلب ديالو بواحد السكين نسيت ما لكمش وقشرته وقطعته دوائر لا كريم باتيسير ديال البنات كنت ساعه ساعه كنحركها ها نتوما راه كتجي لا تيكستور ديالها هي هذيك فاش كتبرد وكتجي فنه هاد المرحله هي هذه هي اللي لا بغيتو تزيدو فيها دانيت كاراميل كيعطيها واحد المذاق غزال ولا واحد المعلقه كبيره ديال ديال الكراميل هنا الحشوه المالحه حتى هي عندي بارده وصافي البنات ما غاديش نحتاج دابا نبدا نزيد داك داك الزيت والنشا اللي اللي درت راه بحرا هو هذاك هنا البنات الفرماج غابي حتى هو باش غادي نديرو انا الحاجه اللي كتكون فيها لا فيرميسيل كنحاول ندير لها شويه الفرماج غابي باش منين كنكونوا كناكلو ما كتبقاش ديك ديك الفيرميسيل كلها كتفرتت كيجمعها الفرماج كتهزوا البنات رغيفه من دوك الرغيفات اللي ديجا وجدتو وكتلقاهم وشوفوا على فكره بحال دابا هادو اللي فيهم باش زعما الا بغيتو ديرو كميات كبيره كيكونوا تبارك الله عرايسات في الدار العائله ولا هذا كتبغيو ديرو كميه كبيره باش تحتفظوا بهم حتى لغد ليه ما طيبوهمش غير هو ما ديروش فيهم تفاح تقدروا ديروا نفس الحاجه ما ديروش تفاح تعوضوا داك التفاح بطريفات ديال الكوز مهرماش اللوز شي حويجه وتصوبوهم وديروهم في بلاطو يجمدوا وجمعوهم في واحد الساشيه ولكن ما غيفوتوش 20 يوم حيت المعجنات كيف ما كنقول لكم ما طيبينش 20 يوم الماكسيموم هذا الشيء اللي كاين البنات وصافي وكتقدروا طيبوا منهم اليوم وغدا وهذا هذا الشيء اللي كاينه الغزالات ديالي صافي غادي نحطوهم وكاينه فكره واحده اخرى اه انا غنقولها لكم دابا تقدروا ديروا نفس القضيه ما ديروا لا لا كريم باتيسير لا والو يكون عندكم غير التفاح تقطعوه دي مورسو صغيور وديروا له رشيشه ما تشحروه ما والو ديروا له رشيشه ديال القرفه ورشيشه ديال السكر فاني وتخلطوهم مزيان مع بعضياتهم مع واحد المعلقه الزهر وتبقاو تعمروا به حيت فاش كيدخل البنات للفران كيتعلك وكيعطي واحد المذاق بحال راكم دايرين شي كريم بالمذاق ديال الزهر والقرفه كتجي كتحمق المهم انا كنعطيكم الوصفه وميمطو كنعطيكم منها افكار اللي زعما تقدروا تستعملوهم في حوايج اخرين ما كيعجبنيش الحال تشوف شي وحده شي وصفه تقول ليها انا ولا ما كانتش هادي يصلح هادي اه كلشي كيصلح كي خاص غير شويه ديال العقل صافي البنات كنفرقوا دوك الرغيفات على اربعه هنايا رتوجه وقفه لي على راسي خاصها تشيط من الكريم باش تلحسو <applause> وخاصها تصوب معايا حتى هي قالت لك كنقول لها دابا سيري اختي جمعي انتيا لافابو مسحي البوطاجي كتقول لي انا داكشي تيعيفني يعيفني وتنعرف نديرو وريني اللي ما تنعرفش نديرو ما تبغيش دير داكشي خصها هادشي هذا العجينه ني وصافي البنات مهم الله يحفظ لكم حتى نتوما وليداتكم ها انا كنتعمد انني ندير التفاح من الفوق باش منين نطوي العجينه نديرها فديك ديك في التقيبه اللي كتبقى لي ديال التفاح باش هكا كيجي كي كتجي كتقبطها لي ما كتزلق ما حتى شي حاجه صافي هادشي الشيء اللي كاين الغزالات ديالي غادي نكمل آه الحشوه الحلوه ونبدا ان شاء الله في الحشوه المالحه اللي ها انتم فاش غادي نكمل الحشوه الحلوه غادي نديرها في ديك الملاقيه آه هكا البافور شيشه تقدروا ديروا طريف الشكلاط تقدروا ديروا طريف ديال التفاح مقطع مهم كل واحد يدير داكشي اللي موجود عنده في الدار وكانت كيو هكا عليهم صبيعاتنا باش كتفيكسا وباش ما تحلناش باش ما تخرجناش نهائيا الحشوه وراه ما تتخرجش البنات الا عرفتوا كيفاش تلويوهم مزيان راه ما الحشوه هذا الشيء اللي كاين فرحنا بك صامو طعاله رحنا صامو طعاله رحنا يومك غير والوعد باب الريان ايوا <applause> صف البنات راه زعما طريقه باينه هنايا انا ورتوجة كنتعاونوا كنقطع الرغيفة على اربعه كندير فيها خير الله ديال التعميره وكنزيد الفوق منها الفرماج كيف ما قلت لكم باش كيجمع لي داك الفيرميسيل وصافي حتى هي على شكل على شكل كميميسه كان نشد لها داك الملاقيه ديالها بديك الفليفله حمراء مقطعه صافي في سميتو في اللاطه وما غاديش نطيبهم البنات غادي نخليهم حتى يطيبوا على خاطر خاطر يطيبوا نخليهم حتى زعما هما مرتاحين الفران عندي بارد خليتهم غير على جنب في الفران ومشيت ندير سميتو ومشيت نقضي شغلات وحدين اخرين حتى بقات المغرب واحد ساعه لاروب صافي شعلت الفران سخون عاد بديت كنطيب وخصهم في الاول تكون العافيه مجهده فاش تشوفوهم بداو كي 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 وكيتورقوا صافي كتنقصوا العافيه درت لهم 170 درجه وخليتهم حتى على خاطرهم باش كيتقرمشوا والعجينه كتورق وكتجينا من الداخل في هذاك الفيتاج او ميم طون التفاح كيطيب كي وداك الفرماج عاوتاني كيذوب كي, كي وكيجيونا مورقين ها نتوما البنات شفتوا في هاد المرحله هذه فهكا قبل ما يبداو يتحمروا صافي كيتنفخوا وكيت... كان كنقص عليهم ديك الساعات العافيه وكنخليهم يكملوا الطياب ديالهم ما كندهنهم لا بيض لا حتى شي حاجه وكيجيو تبارك الله محمرين مجمرين وما نقول لكمش راكم سمعتوا في الاول الفيديو انا غادي نخلي لكم عاوتاني في الاخر ان شاء الله الصوت كيفاش كيجيهم مقرمشين وبقاو منهم آه بقاو منهم حيت تبارك الله تكلو والله الا بقاو منهم واحد شويه والدراري تسحروا بهم وجاو فنين راهم تما <applause> ما تيخرجوش البنات خرجوا ثلاثه الوحدات حيت صوباتهم التوجه ما راكم عارفين البنيته ضروري ما تفيني مع الجنيبات وتسد الورقه مزيان المهم ماشي مشكل قلت لها ومع ذلك قلت لها لا لا برافو عليك كاع ما خرجوا واش <applause> غنديروا صافي البنات ها كيجيو محمرين مقرمشين فنين زعما غيّان هادي انا كيعجبوني بهذه الطريقه وشفتو انا غالبا ما كنورقهم بالزبده ولكن دابا حيت البرد الزبده حيت ما خاصنيش نذوبها خاصني نديرها بحراره المطبخ وكتكون بارده شنو بغيتي بغيتي تقول شي حاجه يلا ها انت ميمي هاكلو هاكلو بطاطا هاكلو صافي ميمي ميمي بطاطا سيبس And she will say i يلا. كل شكرا صح مباركة برافو أموتي برافو صافي الغزالات هانتوما <applause> وشرح لكم الطريقة صافي أنا كملت البنات العصير ما شاركتوش معكم حيت ديجا شاركتو معكم هذا البنات العصير الحامض اللي كندير بالتفاح والفاني والياغورت كيجي كي فن وديما الدراري كيقولوا كي لي ديري هنا قديت الطبيلة ودرت الطواجن نتوما مالي الخير بالخضيرة والدجاج ايوا صافي هادشي اللي كاين البنات اللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال الله يعطينا ويعطيكم سلامه الوقت والله يكمل علينا سيدنا رمضان بالصحه والسلامه وباش كنتمناو كاملين ان شاء الله